بعد تأجيله دام نحو عامين بسبب احتجاج بغداد على نقص المياه، يواجه العراق اليوم مشكلة كبيرة من ناحية نقص مناسيب المياه من دول الجوار الذي يشكل مأساة من خلال سد الجزرة وأليس والقاتل، سيؤدي إلى قتل نهر دجلة وكذلك الفرات. إنه لا يخلون الشعب مرة أخرى يطلع مظاهرة من بعد ما طلعنا مظاهرة قبل سنتين على مود إغلاق الماء على العراق من الجانب التركي. طبعا الماء راح يأثر علينا، يسبب لنا تصحر، يسبب لنا مشاكل كثيره، وايضا انه الجانب التركي بعد ما يقطع المياه على الجانب العراقي راح يسبب لنا مشاكل كثيره. والله يا عزيزي هي شغله واضحه، هم هسه مليهم للسد خلاف للاتفاقات الدوليه، لان هذا اكو اتفاقات دوليه، انت ما من حقك تقطع المي عن بلد وتخليه شعبه كليته يصير عنده تصحر ويصير عنده شح بالماء ويصير عنده قلة زراعة ويصير أذية للبلد كلته في سبيل أنت تراعي مصلحتك أنت. منذ إعلان أردوغان عن قرب موعد تشغيل السدود ومراقبون يرون تأثر وبشكل كبير على حصة العراق من المياه ومساحة أراضيه المزروعة الذي ستواجه التصحر. صراحة هذا السد يأثر بشكل مباشر على العراق، لأنه شحة المياه وبعدين إملاء السد سوف يؤثر على المزارعين بشكل عام، والعراق هو يعتمد بشكل أساس على مياه دجلة والفرات، ويعني سد أليسو على نهر دجلة هذا راح يعني يشح المياه على معظم الأراضي الزراعية، وبالتالي فوق التصحر الحالي الموجود سيكون هناك تصحر أشد في حالة إذا يعني ملأت تركيا السدود. قامت تركيا ببناء سد الجزرة الذي يعتبر مكملا لسد أليسو ويعد أكثر خطرا وتأثيرا على مستقبل العراق الماء والبيئة والزراعة، وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية 240 ميجاواط. أثر علينا كنا كمواطنين، يأثر علينا كزراعة، يأثر عليها زين. أبو الموارد المائية يقول احنا اتفقنا وسوينا والمي راح يجينا وكذا، بس ماكو هذا يعني ما إلها حل، هذا أكبر غلط. يعني هو المي مالنا وإحنا عندنا اتفاقيات وياهم، يعني ويا تركيا عندنا اتفاقية على مود المي، عندنا اتفاقيات ويا باقي الدول، بس ما حد اللي دا يجي ودايعين لهالبلد، هذا البلد خطية. يعني سد الجزرة القاتل يهدد بجفاف العراق من ناحية خفض مناسيب المياه، ويهدد أيضا بتصحر الأراضي الزراعية. شبه سامي، قناة دبليو تي في وطننا، بغداد.